مرحبا بك سيدي زبير، شرفتونا بالمجيء للمدرسة، شرفتونا بالحضور للاحتفال صحبة الإطار التربوي بالعودة المدرسية وصحبة التلاميذ. الحقيقة كانت عودة مدرسية متميزة جدا، إذا في ظل معناها أن الإطار التربوي كل موجود. تلاميذ التلاميذ السنة الأولى كانوا صحبة الأولياء متاحهم في المرافقة وفي الدخول للمدرسة، وذلك تهيئة الظروف النفسية على الأقل للطفل أنه يتأقلم مع المحيط اللي مش يتوجد فيه. الحمد لله كما قلت لك أنه صارت في ظروف طيبة جدا، وكانت عودة سلسة إلى أطيب إلى أبعد الحدود. العودة المدرسية باهية، ومعناها فما معناها قبول وتلامذة معناها مرجلين وسيد المدير له بينا وكل شيء، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. أنت اسمك أنت؟ باديس. أصحاب ما سمعتكش يا دار. محمد باديس. محمد اليوم سنة أولى متأكد من أول نهار تدخل المكتبة. إيه. شو رأيك المدرسة؟ كيش قيتها المدرسة؟ فيها مزيانة؟ المدرسة متاعي مزيانة. مدرسة متاعك؟ مزيانة. ايه. وانت سنة أولى سنة؟ ايه. تقرأ روح بكده؟ ايه. اسمي راوي، نقرأ سنة ستة. اليوم أجوه باهية ومريقلة وكل عادية. باهية المدرسة، وهذا المدرسة باهية عجبتني وكل باهية مريقلة، كل مريقلة. أتمنىها مساعدة كل عودة المدرسة سعيدة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.